مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. بنبقى متواجدين مع حضراتكم كل اثنين وخميس، بنتابع مع حضراتكم آخر المستجدات اللي بتتعلق بآخر الأخبار المحلية والعالمية، وبالتحديد فيما يخص النادي الأهلي نادينا الحبيب، وآخر الجديد اللي بيخص النادي بشكل كامل، وده من خلال الحلقات القليلة على مدار الأسبوع للأسف بسبب الفترة الحالية اللي احنا بنمر بيها أو فيها، وبتبقى فترة في الحقيقة عصيبة علينا كلنا، إن شاء الله تنتهي على خير. كمان عايز أتكلم مع حضراتكم بخصوص إن احنا منتظرين تفاعلكم معانا من خلال هاشتاج اسأل كلام في الميديا. أي سؤال حابب تبعته لنا ابعته من خلال فيديو لا يزيد عن 20-30 ثانية بالكثير، اسأل اللي انت عايزه واحنا ان شاء الله هنجاوب عليك خلال الحلقة او على مدار الحلقات كلها، يعني كمان نعرض الفيديو ونرد على حضرتك مباشرة. كمان النهاردة ضيفنا هيكون الأستاذ خالد الإتربي الناقد الرياضي الكبير ورئيس القسم الرياضي بالشروق، هو ضيفنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم. فقرة حوارية هتكون مهمة جدا، وهنستفيد في الحديث معاه في بعض الأمور والملفات الهامة على الساحة الرياضية المحلية تحديدا. في البداية نبتدي بأهم العناوين، يلا بينا. سيد عبد الحفيظ لا نية للعودة للتدريبات حاليا وسلامة الجميع أهم. الجهاز الفني يتواصل مع اللاعبين لمتابعة برامجهم التدريبية. في اتحاد الكرة لا يوجد أي تفكير في إلغاء الدوري. واقتراح لعودة الدوري الإنجليزي على ملعب واحد بدون جماهير. طيب انا عندي اخبار كتير متنوعه في الحقيقه، سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي واخر الاخبار، او كمان بخصوص يعني كورونا والمستجدات حول العالم بشكل كامل وايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. بس في البدايه عايز اتكلم مع حضراتكم في بعض الامور المهمه شويه واللي بتحصل على مدار الايام اللي فاتت، واحنا ما بنبقاش موجودين معاكم يعني على مدار الاسبوع، هو يومين بس، فبالتالي بنحاول نلم معظم الاحداث ونتناقش فيها مع حضراتكم، وبالتحديد فيما يتعلق بأحمد فتحي. والكلام كان كتير جدا الفترة اللي فاتت على أحمد فتحي، لكن أنا هنا عايز أسأل سؤال واحد بس للناس اللي كانت بتقول الأهلي بيتدخل لإفساد صفقة انتقال أحمد فتحي لبيراميدز، ردكوا إيه دلوقتي؟ اللاعب انتقل لبيراميدز رسميا بعقد لمدة 3 سنين، تم الإعلان أول أمس بشكل رسمي أول امبارح بالليل من قبل إدارة بيراميدز، والموضوع انتهى، واللاعب نتمنى له يا رب كل التوفيق في مسيرته المتبقية في الملاعب سواء مع بيراميدز أو مع المنتخب الوطني. أيا كان أحمد فتحي في يوم من الأيام كان نجم كبير في النادي الأهلي، هو لسه ما زال على قوة النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، وده أمر طبيعي جدا. لكن أنا بس عايز أركز على حتة إن البعض دايما بيحاول يقول لك إيه؟ الحق ده الاهلي بيفسد انتقال احمد فتحي، طب الاهلي بيعمل كده ليه؟ هو الاهلي يعني هيقف على احمد فتحي؟ لا طبعا، عمر ما الاهلي هيقف على احمد فتحي، ولا عمر الاهلي هيقف على غير احمد فتحي. الاهلي ما وقفش على خطيب، ما وقفش على بوتريكه، ما وقفش على بركات، ما وقفش على عدد كبير جدا من النجوم على مدار عصور النادي الاهلي، على مدار تاريخ الكوره كمان في مصر يعني. دايما الاهلي بيواصل انتصارات وبيمشي بشكل كويس جدا، بيكسب ساعات بيخسر، ده طبيعي في كره القدم، يفقد بطوله يكسب اخرى، دي هي دي الكوره، هو ده الاحتراف دلوقتي، مفيش اي مشكله خالص. فسواء لعيب معاك او مش معاك الموضوع ما يفرقش كتير، اللي يفرق بس يعني حمله التشويه اللي كانت بتحصل على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وانا الواضح جدا ان هي كانت حمله متعمده من بعض الاعلاميين ومن بعض الصحفيين وكلام من ده بخصوص تشويه صوره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي امام جمهوره. والجمهور بالتحديد اصبح واعي بشكل كبير جدا، يعني يقول لك ايه، انا خلاص بقى قول اللي انت تقوله، انا عارف الاهلي بيفكر ازاي، عارف سياسه النادي الاهلي ماشيه ازاي، المسؤولين ايه الثوابت اللي عندهم، هي بتبقى على مدار التاريخ ثوابت معروفه ما بتتغيرش. الثوابت تتمثل في ايه يا جماعه؟ انا عايز مثلا لعيب معين يكون موجود معايا بتفاوض، اوكي اللاعب عايز يبقى موجود اهلا وسهلا، مش عايز يبقى موجود برده الف اهلا وسهلا، مفيش اي مشكله خالص. فالكل حاول يقول لك اصل الاهلي والاهلي عمل والاهلي سوى، رد حضرتك ايه دلوقتي؟ هتطلع تقول ايه دلوقتي؟ او هتنتقد الاهلي بقى في انهي شق او انهي جزء من الاجزاء يعني بعد كده؟ ايه الجانب اللي انت هتنتقد فيه؟ هتدور على ايه تاني؟ لا عمر الاهلي هيفسد صفقه انتقال لاعب لنادي، ولا عمر الاهلي يفكر بالطريقه دي، الاهلي اكبر من كده بكتير جدا. لكن خليني اقول لحضراتكم بعض الكواليس في القصه دي تحديدا، وده امر مهم. كان في محاولات من احد الشخصيات المرموقه الاهلاويه الكبيره جدا والمعروفه جدا لدى الجميع في امكانيه عوده التفاوض ما بين احمد فتحي
والنادي الاهلي. بس في الحقيقه وفي الواقع، وعلى فكره دي معلومه اللي انا بقولها لحضراتكم، لكن في الواقع ان الاهلي قفل القصه من ساعه ما قرر احمد فتحي خلاص قال لهم يا جماعه انا مش هكمل معاكم. فبالتالي الاهلي احترم رغبه اللاعب بشكل ممتاز وبشكل احترافي جدا وبطريقه محترمه جدا، وقال احنا بنشكر احمد فتحي وبنتمنى له كل التوفيق. في هذه اللحظه تم اغلاق الملف تماما. كان في محاولات ان انت بس تحاول تفتح الملف تاني ويمكن الدنيا تمشي، او مش يمكن، كان بنسبه كبيره هتمشي، يعني عشان برضه ابقى صريح مع حضرتك طبقا للمعلومات اللي عندنا، يعني طبقا اللي احنا عرفناه يعني. لكن الاهلي كان قافل الباب تماما في الجزئيه دي. بالتالي احنا كمان كلنا عايزين نقفل بقى موضوع احمد فتحي، لعيب حتى الان موجود في النادي الاهلي، نتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي لما تبقى لي من موسم مع الفريق، ونتمنى له ايضا كل التوفيق في مسيرته في نادي بيراميدز بعد انتهاء هذا الموسم باذن الله تعالى، والاهلي مكمل مشواره بشكل طبيعي من خلال قائمه اللاعبين المميزه الموجوده ومن خلال الاضافات اللي باذن الله هتحصل مع فتره الانتقالات المقبله. ده فيما يتعلق بقصه محاولات النادي الاهلي لافساد انتقال احمد فتحي لبيراميدز، وفي الحقيقه كان خبر مضحك جدا يعني. في كل الاحوال تعالوا نروح لملف اخر، وهو فيما يتعلق بايه؟ ببطولة الدوري وإمكانية عودة الدوري خلال الفترة اللي جاية، خصوصا في ظل كورونا والعالم كله طبعا بيعاني من هذا الفيروس وبيواجه الفيروس ده بكل حزم وقوة، وده أمر مطلوب وطبيعي جدا يكون بيحصل من خلال كل دول العالم، لكن بالتحديد احنا بنتكلم في الشق الرياضي والشق اللي بيتعلق بالدوري المصري خلال الفترة اللي جاية. وأنا عايز أتكلم في حاجة محددة في القصة دي. في الأول أهم شيء صحة الجميع، ده أمر مفروغ منه، يعني مش هينفع نتكلم في حاجة غير كده، لازم أهم حاجة إن احنا يبقى حاطين أول اعتبار عندنا إن الكل يبقى صحته كويسة، ويبقى ده الاعتبار اللي ليه الأولوية الأكبر، ما فيهاش نقاش خالص يعني. لكن لما تيجي تروح كده للدوري الإنجليزي ورابطة الأندية المحترفة في إنجلترا وإزاي بيفكروا في السيناريوهات الخاصة بعودة بطولة الدوري الإنجليزي واستكمال الموسم، الناس طبعا بيعانوا هناك اكتر مننا بكتير. يعني احنا الحمد لله لغايه دلوقتي الاعداد، يعني طبعا ما نتمناش اي حد يتعرض للاصابه بفيروس كورونا، لكن لما تيجي تقارن ما بين الاعداد هنا في مصر والدول الكبيره مثلا بالتحديد مثلا اسبانيا وايطاليا وانجلترا، لا هتلاقي في فرق وفي جاب واسع جدا. لكن في نفس الوقت الناس بتجتهد في ايجاد سيناريو مناسب لعوده بطوله الدوري. فهم في عدد من الاجتماعات من خلال الفيديو كونفرنس ومن خلال الكلام ده كله، اجتماعات طبعا ما بتبقاش في غرف مغلقه ولا حاجه، خلاص كله بيجتمع دلوقتي من خلال الفيديو كونفرنس. والاجتماعات عباره عن ايه يا جماعه؟ احنا هنعمل ايه خلال الفتره اللي جايه؟ ففي اقتراح من الاقتراحات خرجت، قال لك ايه؟ احنا ممكن نبتدي او نرجع نلعب الموسم نكمله من خلال ملعب واحد اللي هو استاد ويمبلي. ده يعتبر ملعب محايد، ده ملعب الاتحاد الانجليزي، مش باي نادي من الانديه الموجوده في انجلترا. فنرجع حتى لو الامر هيخلينا ان احنا نلعب المباريات ورا بعض على الملعب، يعني نبتدي من الساعه 12 اول مباراه من خلال خمس مباريات مثلا في اليوم، ونخلص اخر مباراه تبتدي الساعه 8 بالليل، لو الامر هيستدعي كده نعمل كده. الاهم بالنسبه لنا ان احنا نتجنب الغاء الموسم. ليه بقى نتجنب الغاء الموسم؟ لان في ازمات اقتصاديه كبيره جدا وازمات تسويقيه عظيمه جدا هتحصل لكل الانديه وللاتحاد ولكل الناس هناك يعني. فانا عاجبني ان الناس مش قاعده مستسلمه للامر الواقع، طبعا الامر صعب جدا وطبعا الازمه كبيره على الكل، لكن في نفس الوقت لا انا بشوف شغلي، مش قاعد مأنتخ في البيت ومش قاعد مريح دماغي واللي يحصل يحصل بقى. طيب يجي هنا يقول لك اصل احنا بنستشهد في مصر بالدول الكبيره في اوروبا وازاي هيتعاملوا في الجزئيه دي. بخلاف ان الجزئيه دي بصراحه سلبيه، ان انا دايما لازم اشوف في اوروبا هيعملوا ايه واعمل زيهم، لا لازم انا افكر واشوف انا عامل ايه. لكن بما اننا يعني بنفكر بالطريقه دي ونشوف ايه اللي هيحصل في اوروبا، فانجلترا قالت لك احنا ممكن نروح على ملعب واحد نلعب الماتشات، طبعا في تعقيم بشكل كامل للعيبه كلام من ده، الاستاد نفسه بدون جمهور كمان، وده امر مهم. لكن الاهم بالنسبه لنا ان احنا نشتغل ونخلص الموسم. طب ما ليه ما نطبقش الفكره دي في مصر مثلا، خصوصا ان احنا الاعداد عندنا قليله، طبعا مع وضع في الاعتبار ان اهم شيء صحه اي فرد في المنظومه، ده اهم حاجه. لو خلاص حكمت ان انت تلغي الدوري يلغي الدوري، صحه اي حد اهم من باصه في الماتش، اهم من اي حاجه، ده طبيعي. لكن في نفس الوقت لو في امكانيه، وهو الطلب هنا عباره عن ايه؟
امكانيه دراسه، احنا عايزين ندرس الوضع، ندرس الموقف اللي هو ممكن يتمثل في ايه باقتراح من الاقتراحات، ان احنا نلعب بلاش ملعب واحد، يعني ويمبلي مثلا هناك هو الملعب الوحيد اللي يعتبر ممكن يكون محايد بالنسبه للانديه كلها، هو الملعب بتاع الاتحاد الانجليزي، لكن انت عندك هنا فرص كبيره وملاعب كتيره ممكن تلعب عليها وتخلص الدوري. زي ايه مثلا؟ عندك استاد الجيش في السويس، واستاد برج العرب لو جاهز في اسكندريه، وعندك استاد الجونه. اماكن كلها بعيده جدا عن اي تجمعات، وتقدر ان انت تتحكم في التعقيم وفي اداره المباريات ولعب المباريات واقامتها وكل الكلام من ده، تقدر تعمل كده. ده كله هيبقى تحت بند الدراسه. احنا بنتكلم هنا كمقترح من ضمن المقترحات اللي ممكن الناس تكون بتفكر فيها. عايزين نفكر بشكل ايجابي، بشكل تفاؤلي، مش عايزين دايما نفضل في صيغه التشاؤم وان الدنيا صعبه وخلاص الكره مش هترجع وكلام من ده، لا. نفكر زي ما الناس بتجتمع هناك وبتفكر في انجلترا او في كل دوله، في دول كتير جدا بتقترح يعني اقتراحات كتير ممكن من خلالها تخلص الموسم، لان ده اهم شيء بالنسبه لهم. يجي عندك بقى هنا في مصر يقول لك مسؤول ايه؟ يقول لك ايه؟ انا يا جماعه خلوا بالكم لو جه يوم 14 ابريل الدوري بالنسبه لي اتلغى. انت بتهزر يا عم؟ يا ايه الهزار ده؟ ايه الهزار ده؟ من مصلحه مين الدوري يتلغي؟ يا سيدي احنا والله ما فارق معانا اهلي يكسب دوري ولا يخسر دوري، الاهلي عنده كم كبير جدا من بطولات الدوري على مدار تاريخه، مش محتاج الدوري السنه دي. طبعا اي بطوله بالنسبه لجمهور الاهلي ده برضه عشان نبقى متفقين، يعني تبقى بطوله مهمه وعايز تكسبها، لكن لما تيجي تفكر في المصلحه العامه ولا مصلحه انك هتكسب دوري، لا لازم تفكر في المصلحه العامه. المصلحه العامه بتتكلم بخصوص ايه؟ بخصوص الجانب الاقتصادي والتسويقي، لا بتقول ان انت لازم تخلص الموسم عشان تتجنب الخسائر الماديه الكبيره جدا اللي ممكن يتعرض ليها كل الانديه والاتحاد المصري وكل الكلام من ده. فسيبك من المسؤولين اللي بيطلعوا يهزروا يقول لك ايه، لا يا عم خلاص انا لو جه يوم كذا يبقى بالنسبه لي الدوري اتلغى. طب لو بطوله افريقيا؟ ما هو بطوله افريقيا سمعت تصريحات كتيره جدا المسؤولين عن الاتحاد الافريقي امبارح واكتر من مناسبه، قال لك ما فيش اي نيه للالغاء. طب ساعتها هتعمل ايه؟ هل هتعتبر بطوله افريقيا اتلغت ولا ما اتلغتش؟ ما هو هنا برضه السؤال، ولا انا بتكلم وخلاص وبقول اي تصريحات وخلاص؟ فللاسف لازم تبقى دارس تصريحاتك قبل ما تتكلم، احنا معتادين ان انت ما تبقاش دارس تصريحاتك، يعني كده كده احنا عارفين، لكن في كل الاحوال لازم تحط المصلحه العامه هي اهم شيء بالنسبه لك، ما تتكلمش في حته تلاقي الدوري يتلغي وخلاص والدنيا تمشي ويبقى الموسم ده اتلغى. هل ده هيبقى في صالح الكره المصريه؟ لا. فبالتالي المجمل، يعني مالناش دعوه بحد اللي بيقول، المجمل ان احنا لازم نفكر في المصلحه بتاعت الدوري المصري، مصلحه الموسم الكروي من جانب التسويقي ومن جانب الاقتصادي، واللي بتتمثل في عوده الدوري، واحنا عايزين ندرس يا جماعه امكانيه على غرار طبعا الدول الاوروبيه اللي بتعاني اكتر مننا في المرض في بخصوص فيروس كورونا، ندرس، ما بقولش نرجع نلعب، بس حسسونا ان انتم بتدرسوا كمسؤولين على اتحاد الكوره، انا بتكلم على الجانب الكروي طبعا تحديدا، يعني حسسونا ان انتم بتدرسوا وبتفكروا ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه والحلول تتمثل في ايه، السيناريوهات اللي ممكن نقدر من خلالها نخلص الموسم، لان ده اهم شيء في الحياه. فقلنا مقترح ان انت ممكن تلعب في استاد برج العرب، الجيش بالسويس، استاد الجيش بالسويس، وايضا استاد الجونه كاماكن متفرقه بعيده جدا ممكن تحط فيها بعض المباريات اللي تتلعب وتحاول تخلص الموسم، كمقترح من ضمن المقترحات. وهناك طبعا في فنادق ممتازه جدا هتبقى معقمه بشكل مميز، وفنادق هتبقى على اعلى مستوى لاستضافه اللاعبين واستضافه الفرق المختلفه عشان تحاول تخلص بند من البنود المهمه اللي عندك واللي بتتمثل في بطوله الدوري الموسم الكروي في مصر، خصوصا مع التاجيلات اللي حصلت في الاجنده الدوليه طبعا من قبل الفيفا ومن قبل الاتحاد الافريقي وكلام من ده. كمان الاتحاد الافريقي اجل نصف النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه والنهائي كمان لاجل غير مسمى لغايه لما يشوفوا الدنيا ايه، لكن مبدئيا الناس بتتكلم ان احنا ممكن نرجع نص خمسه سته سبعه على حسب الظروف وعلى حسب الفيروس هيودينا لحد فين. ان شاء الله نتمنى باذن الله ان قصه فيروس كورونا دي تخلص في اسرع وقت ممكن عشان ترجع الحياه لطبيعتها، لكن ارجوكم يا جماعه بتكلم على المسؤولين تحديدا عن الكوره في مصر، ارجوكم حسسونا ان انتم بتفكروا، حسسونا ان انتم مش مستنيين تشوفوا الناس بره هتعمل ايه ونعمل زيهم. حتى لو انت بتفكر المنطلق ده فعندك مثال الاتحاد الانجليزي دلوقتي، او لا رابطه الانديه المحترفه في انجلترا مش الاتحاد الانجليزي، الناس بيجتمعوا بيقول لك احنا ممكن نلعب البطوله او نكمل الدوري الانجليزي على ملعب واحد، حتى لو الامر حكم علينا ان احنا نلعب خمس ماتشات في اليوم، نبتدي من الساعه 12 الظهر نخلص الساعه 8، لكن اهم شيء ان احنا نخلص الدوري. فلازم احنا كمان يكون تفكيرنا في الاتجاه ده. فده امر غايه في الاهميه ولازم ان احنا نفكر فيه بالتحديد من قبل المسؤولين عن الكره في مصر. طيب دي بعض الامور اللي مع بدايه حلقه اليوم واللي حبيت اتكلم فيها مع حضراتكم، لكن لسه معايا بعض الاخبار المهمه واللي بتتعلق بالتحديد بالنادي الاهلي. والكابتن سيد عبد الحفيظ
ليه بعض التصريحات اللي هو طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي وبيتكلم فيها عن الفريق. احنا عارفين الفريق الفتره دي غايب عن التدريبات بسبب طبعا ازمه فيروس كورونا وبسبب اغلاق النادي وتعليمات الدوله، واكيد النادي الاهلي جزء لا يتجزا من الدوله طبعا، مؤسسه كبيره، فطبيعي ان هو بيساعد في الفتره الحاليه وكيفيه مواجهه فيروس كورونا. فكابتن سيد عبد الحفيظ ليه بعض التصريحات اتكلم في ايه الراجل؟ قال لك ان احنا بنطمن على المصابين وبرنامجهم التدريبي خلال الفتره الحاليه. احنا عندنا عدد من المصابين، يعني ابرزهم طبعا سعد سمير، وتر اكيل، محمد محمود، رباط صليبي، حمدي فتحي، غضروف، كريم نيدفيد، غضروف، فليهم برامج تاهيليه وتدريبيه وعلاجيه مختلفه، فبيادوا البرامج دي في البيت. وبالمناسبه كل لعيبه النادي الاهلي بتتمرن في بيوتهم بشكل كويس، بيحاولوا بنسبه ما الحفاظ على اكبر قدر ممكن على قد ما تقدر تحافظ على لياقتك البدنيه. مش هيبقى الموضوع بنسبه 100% طبعا انت تحافظ على لياقتك، لكن الموضوع ان انت بنسبه معينه تقدر تحافظ على اللياقه، عشان باذن الله لو رجع التدريبات بشكل طبيعي تبقى جاهز. يعني نسبيا هتحتاج فتره كبيره عشان تجهز للمباريات الرسميه، لكن في نفس الوقت ما تبقاش فاقد كل شيء من الجوانب الخاصه بالجانب البدني تحديدا يعني. فالكابتن سيد قال ان احنا بنتابع كل هذه الامور، بنتابع المصابين واخر تطورات الخاصه بيهم. طبعا صعب جدا اللاعبين يسافروا المانيا عشان يطمنوا على حالتهم، لكن دايما في ليهم برامج علاج طبيعي وتدريبي وبرامج تدريبيه خلال الفتره الحاليه، وده اللي بيحصل بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، وده اللي صرح بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ. اللي لسه كمان ليه بعض التصريحات اللي بتتكلم على ان سلامه الجميع اهم، واجتماعات تنسيقيه حول مصير الموسم الجديد او الموسم الحالي تحديدا عفوا. والراجل اتكلم على ان طبعا احنا بالنسبه لنا كنادي اهلي ان السلامه للجميع ده اهم شيء، عايزين ان الكل يبقى في صحه جيده وما يتعرضش لفيروس او اي حاجه، ده اهم شيء، وده العنوان اللي احنا بنشتغل عليه دايما في النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه في انتظار التعليمات النهائيه من الدوله، وده امر طبيعي جدا. لكن في نفس الوقت دي طبعا فيديوهات للاعبي النادي الاهلي منهم حمدي فتحي بيقوم بعض التدريبات العلاج الطبيعي والتدريبات التاهيليه الخاصه بيه عشان باذن الله يرجع الملاعب. وبالمناسبه هو اقترب من نهايه مشواره العلاجي، وده امر وخبر سار جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي اللي عارفه قيمه حمدي فتحي ومدى اهميته مع الفريق في المباريات المختلفه. وفي الحقيقه النادي الاهلي بيفقد عدد كبير جدا من اللاعبين المؤثرين، لكن هو كفريق ما بيتاثرش اطلاقا بهذه الغيابات وبيقدر يعدي. ليه؟ لان الاهلي اشتغل كويس جدا على القائمه بتاعته بدايه من هذا الموسم، وده امر حقيقي يعني بنلاحظه. ده ايضا احد لاعبي النادي الاهلي وليد سليمان، طبعا نجم النجوم ومعشوق جماهير النادي الاهلي، وبيتمرن في البيت زي ما حضراتكم شايفين كده. الراجل بيجري على تريدميل وبيأدي بعض التدريبات البدنيه، ده من خلال برنامج. بالمناسبه يا جماعه مش كل واحد بيتمرن من نفسه كده وخلاص، التمرين اللي انا عايز اتمرنه، لا، ده من خلال تواصل وبرنامج محطوط من قبل الجهاز الفني للنادي الاهلي بخصوص هذه التدريبات اللي بنشوفها يعني. فده مثلا وليد سليمان، عندنا بعض اللاعبين كمان اللي بيقوموا بالتدريبات وكلهم ماشيين من خلال شكل محدد من قبل الجهاز الفني. فعايز ارجع لصراحه الكابتن سيد عفيز، قال لك ان سلامه الجميع الاهم، اهم بالنسبه لنا، وده امر طبيعي واتكلمنا فيه. لكن قال كمان احنا بالنسبه لنا الموسم الحالي ما انتهاش، فاحنا بندرس ايه اللي احنا هنعمله خلال الفتره الجايه بالتحديد فيما يتعلق بما تبقى من الموسم الحالي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بالتالي في اجتماعات تنسيقيه مع مستر فايلر ومع المسؤولين في النادي، بنتكلم في خطط مستقبليه خاصه بالموسم ده برضو، واكيد بتتطرق للموسم الجديد، مفيش مشكله خالص، لكن انت الاساس عندك انك عايز تخلص الموسم ده باذن الله تعالى، وده اللي بيشتغل عليه العالم كله. ما شفتش حد في الدنيا بيتكلم في حته ان احنا نلغي الموسم غير بلجيكا مثلا، ورجعوا في قرارهم خلاص. بالمناسبه يعني بلجيكا قال لك احنا اخذنا قرار ان كلوب بروج هو البطل للدوري بسبب ان احنا خلاص لغينا الدوري، لكن رجعوا في قرارهم مؤخرا قال لك لا، الدوري هنكمله ان شاء الله في اقرب فرصه ممكنه. ودي اخبار يعني لاحقه هتكلم فيها مع حضراتكم. طيب ده فيما يتعلق بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي كمان وجه الشكر للكوادر الطبيه اللي بتضحي بارواحها لانقاذ البشريه. احنا عندنا في الحقيقه كوادر طبيه في مصر، اطباء وممرضين، الجيش الابيض في الحقيقه قايمين بدور ممتاز جدا، والله يكون في عونهم، وهم بيحاربوا وهم في الصفوف الاولى كمان في هذه الحرب، بحرب مواجهه فيروس كورونا. فاحنا لازم نحييهم كل التحيه وندعمهم ونأزرهم كمان ونشكرهم. طبعا ده واجبهم، لكن لازم نشكره، لان الموضوع فعلا عباره عن حرب. انت بتحارب عدو قاتل تقدر تسيطر عليه من خلال التزامك، من خلال وعيك، لكن في نفس الوقت هو عدو في الاول وفي الاخر، فالاطباء هم اللي بيحاربوا العدو ده
احنا لازم نساعدهم في الحرب دي في التغلب على فيروس كورونا من خلال التزام بتعليماتهم وتعليمات الدولة. وده اللي بيحصل في الحقيقة، ابتدى يحصل بشكل كبير خلال الفترة الحالية. وعي ابتدى يكون موجود عند الشعب المصري او بعض من اللي كانوا يعني مش مهتمين قوي بالقصة، خلاص بقى في اهتمام كبير جدا بكيفية مواجهة فيروس كورونا. بما اننا بنتكلم عن فيروس كورونا، فخلينا اقول لحضراتكم خبر من ضمن الاخبار من خلال جريدة الشروق. وزير الرياضة بيقول ندرس إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك لصالح مستشفيات كورونا، ونعمل المباراة دي يعني نقول يا جماعة في مباراة بين الأهلي والزمالك ونطرح تذاكر التذاكر. والفكرة دي اتعملت بالمناسبة لفريق الوداد المغربي، وقدروا إن هم يجيبوا عدد كبير جدا من الدواخل البندية اللي تساعد في مواجهة كورونا وتساعد المستشفيات اللي بتواجه هذا الفيروس واللي عندهم حالات إصابة. فدي مباراة افتراضية ويكون العائد منها كله لصالح مستشفيات كورونا، ودي خطوة مميزة جدا من قبل وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وفكرة ممتازة وهي فكرة مضمونة. يعني مفيش فريق من الفرق ممكن يقول لك لا أنا مش رايح، يعني هو كده كده فرقتين مش هيحضروا. هو موضوع عبارة عن مباراة افتراضية طبعا مع احترام الكل، يعني سواء الموضوع ماشي. فده مقترح جيد من قبل دكتور أشرف صبحي. خلينا نروح كمان لبعض الأخبار الأخرى، ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم واللي بيقول إن في إمكانية لوجود فترة انتقالات ثالثة استثنائية بسبب كورونا. وإحنا عارفين إن أنت دلوقتي مقبل لو الأمور طبيعية إن فترات الانتقالات بتبقى عبارة عن إيه؟ بداية من شهر 7 و8 بيبقوا فترتين انتقالات، أو فترة شهرين فترة انتقالات صيفية. فبتقدر تتعاقد وبتقدر تدعم صفوفك وكلام من ده، وتقدر تستغنى عن اللاعبين وكل هذه الامور المعروفه. وعندنا فتره اخرى اللي بتبقى في يناير. فانت دلوقتي هتاجل المسابقات المختلفه، فممكن المسابقات تمتد لما بعد شهر 7 وممكن توصل لشهر 8، فمش هيبقى في فتره انتقالات. فقال لك احنا ممكن نقترح حاجه جديده ان احنا نعمل فتره انتقالات ثالثه، المهم ان المجمل ما يعديش 6 اسابيع يعني كفترة انتقالات بالنسبة لكل الاتحادات المختلفة. فدي دراسة بتحصل من الفيفا، الناس بتدرس، الناس بتحاول تشوف الحلول ايه، الناس بتشوف مقترحات للحلول بخصوص الموسم وبخصوص بعض الملفات الهامة والشائكة زي ما في مثلا انتقالات، يعني زي احنا شايفين في الخبر ده. فدي فكرة ومقترح من ضمن المقترحات عند الاتحاد الدولي لكرة القدم. قلنا اقتراح عودة الدوري الانجليزي على ملعب واحد، وده اتكلمنا فيه مع حضراتكم في الانترو واستشهدنا بيه عشان نحاول ان احنا كمان هنا نفكر في الاتجاه ده كفكرة وكامكانية دراسة الفكرة دي وتنفيذها بإذن الله تعالى لو سمحت الأمور، لو المسؤولين على الدولة شايفين ان ده ينفع. هم أضرب كل شيء وهم عارفين ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، خصوصا في ظل الأزمة الحالية في ظل مواجهة فيروس كورونا. لكن انا نفسي ان الناس تحاول تدرس، بس يعني نعمل محاولة. طيب اقتراحات لعودة الدوري الإيطالي نهاية مايو، يعني إيطاليا حتى بتفكر في عودة الدوري. دي كلها أخبار مبشرة بالمناسبة، يعني الفترة اللي فاتت كلنا يعني عندنا حالة ملل كبيرة وعندنا تشاؤم شوية بالفيروس وكلام من ده، لكن إن شاء الله بإذن الله، أكيد بإذن الله تعالى إن شاء الله هيجي وقت ويخلص فيروس كورونا ده وينتهي منه العالم كله. لكن في كل الأحوال إيطاليا عايزة ترجع الدوري في نهاية شهر 5، تمام، بدون جمهور، ويفضل من غير جمهور لحد ايه شهر يناير 2021. كبرضو فكره من ضمن الافكار ومقترح من ضمن المقترحات. فالتقارير الايطاليه اكدت ان يعني هنحاول ان احنا نعمل كده، نحاول نرجع في اخر شهر 5 ونكمل الموسم، ده اهم شيء ودي الاولويه دايما ان الموسم يستكمل بشكل طبيعي، وإن الأمور تبقى في صالح الجميع في إيطاليا. قال لك كمان إن بعض التقارير يعني قالت لك إن إيطاليا عندها وثيقة أو تمتلك وثيقة حكومية مسربة تفيد بمنع الجماهير من الحضور في الملاعب الإيطالية حتى يناير 2021. ده اتجاه ممكن يكون عند الحكومة الإيطالية عشان يتجنبوا أو يتغلبوا على فيروس كورونا بشكل كامل. يعني الدوري البلجيكي زي ما قلت لحضراتكم بيتراجع عن قرار إلغاء الموسم، وهم كانوا اعلنوا على القرار ده بشكل مبكر وبشكل متسرع جدا، وقالوا خلاص احنا مش هنصدق على القرار ده وان القرار هنرجع فيه والموسم ان شاء الله يستكمل. هم طبعا كانوا اعلنوا ان كلوب بروج هو البطل بما انه هو ختم المباريات قبل هذا التوقف كمتصدر للبطوله، وقالوا ان احنا هنبقى نعمل لجنه تحسم موضوع الهبوط وكلام من ده، لكن خلاص كل الكلام ده اتلغى وهيفكروا في امكانيه استكمال الموسم في بلجيكا. طيب دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بكورونا واللي بتتعلق بآخر المستجدات حول العالم بخصوص الأزمة الحالية اللي بيعاني منها الكل.
طيب، في اخبار بقى عندنا، وده امر مهم جدا. النهارده عندنا اكتر من فقره، فقره بتتعلق باخبار الاهلي في الصحف، فقره الاهلي في المواقع، وعندنا كمان اخبار محليه وعالميه، وفي فقره بتاعه اسال كلام في الميديا الهاشتاج على تويتر، وفي بعض الاسئله اللي هنجاوب عليها مع حضراتكم. نبتدي باخبار الاهلي في الصحف ايه ونشوف ونرجع نعلق. يلا بينا. الاخبار، الكشف عن الصفقات المرشحه، الاهلي يحارب التسريبات ويبحث عن الجاسوس، غضب بسبب ظهور الاسرار في وسائل الاعلام. الاهرام، الاهلي يدرس استبعاد فتحي من تدريبات الفريق المقبله، فايلر يطلب تقريرا فنيا عن باسم علي وعروض خليجيه لجيرالد. الاخبار المسائي، تجميد ووعيد، مصير جوكر الاهلي على المحك واجتماعات تنسيقيه للاداره للموسم الجديد. الجمهوريه، الاهلي في ورطه بسبب الاجانب، باسم هل يعود، جيرالدو طلبات بالجمله. المصري اليوم، ازمه بين الاهلي والجبليه بسبب الاجانب، الاحمر يرفض قرار اتحاد الكره بتخفيض عدد الاجانب والتخطيط تعقد جلسه مع الشناوي لتعديل عقد. اخبار الرياضه، رحب بالمفاوضات وعائلته تحسم القرار، الخطيب يبدا رحله تامين بايل. الدستور، اجتماع بين لجنة التخطيط وفايلر لحسم ملف المعارين، فتحي في بيراميدز 3 مواسم بعد رفض الخطيب إعادة المفاوضات. وأخيرا أخبار الرياضة، جلسة جديدة وضحت الحقائق، مؤمن والأهلي سمن على عسل. طيب، خلينا نبتدي بجريدة الأخبار، وكلام مهم جدا الناس بصراحة بيتكلموا فيه. يعني تعالوا نشوفوا بيقولوا ايه. بيقول لك الكشف عن الصفقات المرشحة، تمام، الأهلي يحارب التسريبات ويبحث عن الجاسوس، غضب بسبب ظهور الأسرار في وسائل الإعلام. طب بعد إذن حضرتك، يعني يا أستاذ مين يا جماعة؟ أستاذ شريف حنفي، تمام، اللي احنا عارفين اتجاهاته وانتماءاته واللي قلت حركوا عليها قبل كده، والراجل دايما بيحاول ايه يخلق بعض الأزمات كده للنادي. أنا بتكلم بصراحة معاكم، يعني هو بيحاول يخلق ازمه للنادي الاهلي، فانا هنرد عليه في الحاجات دي. يعني بيقول لك الاهلي يحارب التسريبات، طب هي فين التسريبات؟ حضرتك الاهلي متوقف على التدريبات اصلا من يوم 15 او 16 مارس، يعني احنا داخلين في شهر اهو الاهلي ما بيتمرنش اساسا. طيب هتقول لي تسريبات بتتعلق بالصفقات، وانا قريت متن الخبر، يعني قال لك ان خرج تسريب ان الاهلي بيتفاوض مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي، وازاي حاجه زي دي تخرج من النادي الاهلي. طب وحضرتك مين قال لك ان الاهلي بيتفاوض مع موليكا؟ يعني انت مقر بكده؟ الاهلي بيتفاوض مع موليكا؟ طب ماشي، لو انت مقر بكده ممكن يكون اجتهاد من حضرتك ويحترم، معلومه عندك ما فيش مشكله، لكن الاهلي ما قالش ان هو بيتفاوض مع موليكا. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني ما احنا طول السنه، طول السنه مالكش علاقه بايه بفترة انتقالات سواء صيفية أو شتوية، ده بخلاف فترات الانتقالات طول السنة الناس بتتكلم على تعاقدات للنادي الأهلي. هل معنى كده إن طول السنة في تسريبات على النادي الأهلي؟ ما الكل بيجتهد والكل بيحاول يشوف شغله والكل بيحاول يجيب المعلومة، يقول لك الأهلي بيفاوض فلان هيمشي فلان، ده طبيعي جدا. الناس كلها بتشتغل بالأسلوب ده عادي، يعني. هي دي شغلة الإعلام والصحافة، البحث عن المعلومة. فأنت ممكن تبحث عن المعلومة تمام وتطلع صح، وممكن تجتهد وتطلع بالصدفة معاك صح، وممكن تجتهد ويكون معلومتك دقيقة بس في الآخر المفاوضات تفشل، هي الدنيا كده. لكن مش معنى كده إن في تسريبات، تسريبات مين؟ من إمتى النادي الأهلي بيبقى فيه تسريبات؟ بالتحديد بخصوص كمان بتكلم عن النادي ككل طبعًا، وبخصوص فريق الكورة. مش معنى إن حد بيتكلم عن صفقة أو اتنين أو الناس أقرت بإن الأهلي بيتفاوض مع فلان يبقى ده تسريبات، مفيش الكلام ده. بعدين بيقول لك إيه؟ ويبحث عن الجاسوس. لا لا، ده الخيار راح لبعيد قوي بقى. ده الخيار راح بعيد جدًا، يعني جاسوس إيه؟ والاسرار بتظهر في وسائل الاعلام. طب حضرتك قول لي ايه هي الاسرار اللي ظهرت في وسائل الاعلام عشان يبقى عارفينها برضو. يا اما احنا بقى مش متابعين يعني. لا طبعا بنتابع، يعني احنا بنتابع كل الحاجات اللي بتتقال عن النادي الاهلي في الاعلام وعن الكره المصريه بشكل عام، يعني الكره المصريه بتهمنا برضو. لكن في نفس الوقت واضح ان الفتره الحاليه عشان ما فيش اخبار
ومفيش مستجدات على الساحة الرياضية ومفيش تدريبات ومفيش ماتشات، فبالتالي هحاول انا اخلق اخبار، اخلق والله بجد اخلق خبر، وابقى ايه اديت شغلي ونزلت خبر باسمي في الجريده، مع احترامي الكامل لجريده الاخبار اللي واخده اتجاه خلال فتره فاتت انا شايف كده بصراحه ضد الاهلي. ومعلش يعني انا بتكلم ده اللي ملاحظه يعني، او بطلع في البرنامج كله كل يوم مثلا قبل الفتره الحاليه ودلوقتي بنطلع يومين، بلاحظ كده من جريده الاخبار واخده اتجاه ضد النادي الاهلي، فاحنا هنرد، مش هنسيب حد بيتكلم بشكل مبالغ فيه وبشكل ممكن نيته تكون معروفه وباينه وواضحه، ممكن يكون حد عنده معلومات حقيقيه مفيش مشكله، حد يتكلم بشكل محترم النادي الاهلي مفيش مشكله، لكن ده واحد بيخلق ازمات، مع احترامنا وتقديرنا الكامل ليه طبعا يعني، بيخلق ازمات للنادي الاهلي. ما علينا، تعالوا نروح للاهرام. والاهرام تتكلم على ان، ودي جزئيه مهمه، الاهلي يدرس استبعاد فتحي من تدريبات الفريق المقبله. و موضوع احمد فتحي الناس خلاص ده كتل بحثا يعني، كلنا اتكلمنا في موضوع احمد فتحي يعني، والاعلام كله اتكلم في قصه احمد فتحي، لكن فيما يتعلق باستبعاد اللاعب من التدريبات فده امر يا جماعه يخص المدير الفني، لا يخص احد غير المدير الفني، يعني المدير الفني هو اللي هيقدر يقول احمد فتحي معايا في التدريبات مش معايا في التدريبات. المدير الفني هو اللي يقدر يتكلم وهو اللي يقدر ياخد القرار ده. ممكن تكون محتاج احمد فتحي لما تبقى من مباريات في الموسم، انت عندك محمد هاني طبعا جوده عاليه جدا، لعيب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت انت عندك تحدي افريقي مهم، الله اعلم ممكن يبقى فيه اصابات، ممكن يبقى فيه حاجه، انا بتكلم دلوقتي يا جماعه ده نظره تخيليه، انا ما اعرفش قرار مستر فايلر بخصوص احمد فتحي هيكون ايه خلال الفتره اللي جايه، لكن بحاول استشف معاكم الامور. احمد فتحي اعتقد قرار تواجده في التدريبات او استبعاده ده حاجه تخص مستر فايلر فقط لا غير، مش اي حد تاني في النادي، والكل بيجتهد في الملف ده يقول لك خلاص هو اللاعب راح بيراميدز فالاهلي مش هيمرنه ليه؟ مش هيمرن، هيحاول بقى يضغط، لا مش اسلوب النادي الاهلي ان هو يحاول يعطل اللعيب او يحاول يموت، لا ده مش اسلوب النادي الاهلي، في مواقف اخرى بتبقى مختلفه وبرده بتبقى ترجع لرؤيه المدير الفني هو اللي بيقرر كده، لكن تدخل من احد لا، اي شيء بيتعلق بالفرقه فايلر فقط هو المسؤول عنه، هو المتحكم، هو صاحب القرار، عشان نقفل القصه دي. كمان هما بيقولوا ان فايلر يطلب تقريرا فنيا عن باسم علي، طبعا في تقرير فني هيكون على باسم علي لاعب الفريق معار للجونه، ومش باسم بس، كل اللعيبه المعاره هيكون في تقرير عنهم، ده امر طبيعي جدا عشان تشوف بقى احتياجاتك الموسم الجديد، ممكن بعض اللعيبه اللي عندك على قوتك اساسا ومطلعهم معاره تبقى محتاجهم، فبالتالي تجيبهم يدعموا صفوفك، منهم باسم علي، وارد جدا ان هو يرجع النادي الاهلي مع بدايه الموسم، والتقارير مش بتتعلق بباسم بس، لا بعدد كبير جدا من اللاعبين المعارين عشان تعرف وتقف على مستوياتهم. عروض خليجيه لجيرالدو، طبيعي جدا ان اي حد يجي له عروض، لكن حتى الان ما فيش اي عروض رسميه، اي لاعب في النادي الاهلي طبيعي جدا يجي له عروض. الكلام هنا بالتحديد على جيرالدو لان الكل مثلا ممكن يكون بيتكلم ان جيرالدو من اللعيبه مثلا، ممكن بعض يقيموا ان هو مش جوده النادي مع ان لعيب كويس وكل حاجه، لكن طبيعي جدا بيطلع مثل هذه الاخبار في الصحف. طيب تعالوا نروح للاخبار المسائي، والاخبار المسائي بيتكلم على تجميد ووعيد والاتجاه برضو بخصوص احمد فتحي في الكلام ده، والناس كلها بتتكلم على القصه دي والكل بيجتهد وبيتوقع ان ده اللي هيحصل مع احمد فتحي. مصير الجوكر مع الاهلي على المحك، اتكلمنا على انا على النقطه دي خلاص، اجتماعات تنسيقيه للاداره للموسم الجديد، ده امر طبيعي لدراسه كل ما يتعلق بالفريق سواء فيما يتوقع من الموسم الحالي او الموسم الجديد باذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح للجمهوريه، والجمهوريه بتتكلم على ان الاهلي في ورطه، ليه بس فيه؟ بسبب الاجانب؟ عشان قصه ان البعض بيقول لك ان هيقل عدد الاجانب في الدوري المصري، فالفريق انت دلوقتي كل فريق عنده 5 اجانب فهيقلوا لاربعه، وبعد كده فالاهلي كده هيضطر ان هو يستغني عن احد من لاعبيه وعايز يدعم في نفس الوقت، فدي قصه برده محل دراسه، لكن خلينا نتكلم بخصوص جريده الجمهوريه. مفيش ورطه ولا حاجه، والاهلي يقدر يتعامل مع كل المواقف بشكل طبيعي، لكن هنحلل الوضع في الخبر اللي بعد ده
بشكل مفصل اكتر. يعني باسم هل يعود؟ نسب عوده باسم علي للنادي الاهلي نسب كبيره، عشان اكون منطقي مع حضراتكم، النسب فعلا نسب كبيره، وباسم من اللاعبين المميزين جدا، وللاسف كان بيواجه سوء حظ بسبب الاصابات، لكن لعيب مهم جدا ان شاء الله لو عاد للنادي الاهلي يكون اضافه قويه. هو معارض للجونه زي ما حضراتكم عارفين، وجيرالدو عليه طلبات بالجمله، واتكلمنا في قصه جيرالدو والعروض اللي ممكن تجي له، لكن لحد دلوقتي برضه مفيش اي حاجه رسميه جت لجيرالدو، لان كله منشغل بازمه كورونا، يعني محدش بيفكر، ممكن بتفكر في تعاقدات، لكن ما بتوديش طلبات رسميه للانديه للتعاقد. يعني المصري اليوم، ودي بقى الجزئيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ازمه بين الاهلي والجماهير بسبب الاجانب. احنا عارفين ان في اتجاه عند اتحاد الكوره في اللائحه الخاصه بالموسم الجديد، ان انت دلوقتي يا عم خلي عندك ايه ثلاث اربع لعيبه، بيتكلموا في اربعه تحديدا يعني اجانب، فبالتالي احنا مش عايزين نزود عدد الاجانب وكلام من ده، فدي ممكن تكون ازمه. انا بصراحه عشان اتكلم معاكم بمنطقيه، ما اعرفش موقف النادي الاهلي ايه من القصه دي، لكن ممكن اتكلم معاكم ب شكل بديهي. طيب حضرتك لو عايز تقلل عدد الاجانب، ليه خدت قرار من الاول انك تزودهم؟ ليه ما درستش الوضع قبل ما تدي قرار بان الاجانب يبقوا خمسه لكل فريق في الدوري المصري؟ طب حضرتك نتيجه انك ما تدرسش الوضع وتقرر ان هم يبقوا خمسه وبعد كده ترجعهم اربعه، فانا الخسران كنادي. خسران ازاي؟ انا ارتبطت مع الاجانب دول بعقود، العقود يعني مبالغ ماديه كبيره، معنى ان حضرتك هتقلل عدد الاجانب، اذا انا هخسر خسائر فادحه، قد تصل ان انا اضطر اسيب واحد منهم فري. ليه؟ ممكن بقى يجي اللاعب دلوقتي يستغل الوضع يقول لك انت كده كده محكم باربع لعيبه اجانب وعايز تمشيني انا مثلا، تمام؟ فانا خلاص مش همشي، انا موجود، هتخلص مني ازاي؟ هيجي لي عرض لا مش هروح الفريق ده، انا عايز ابقى موجود، فهتضطر في الاخر تقول له شكرا، فانت كده جيت عليا بخسائر ماديه كبيره. فليه ما درستش الوضع من الاول؟ ليه ما درستش القصه قبل ما تزود عدد الاجانب تخليهم خمسه؟ ما كنتش خليهم خمسه بقى، كنت خليهم اربعه زي ما هم. فهي في الحقيقه القصه هتبقى صعبه على الانديه كلها، مش الاهلي بس طبعا، من كل الانديه دلوقتي مرتبطه بعدد معين من اللاعبين الاجانب يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الجزئيه دي تحديدا. الاحمر يرفض قرار اتحاد الكره بتخفيض عدد الاجانب، لسه مفيش حاجه رسميه خرجت في النادي الاهلي بالاتجاه ده، لكن انا بقول لحضراتكم قرايه للمشهد يعني. وتخطيط تعقد جلسه مع الشناوي لتعديل عقده، ده امر اقرب للواقع. اخبار الرياضه بتتكلم على ان فايلر رحب بالمفاوضات وعائلته تحسم القرار، والخطيب يبدا رحله تامين فايلر. كلمت مع حضراتكم في الحلقتين اللي فاتوا بخصوص فايلر، وقلت لحضراتكم ان الموضوع ماشي في اتجاه ايجابي جدا، وحتى الان الموضوع ماشي في اتجاه ايجابي جدا. وكمان كمين صرح يا جماعه في النادي الاهلي، امير صح؟ امير توفيق مدير اداره التعاقدات كان صرح وقال ان قصه فايلر ماشيه في اتجاه جيد، وان شاء الله ممكن نسمع اخبار جيده في القريب العاجل. الموضوع موضوع وقت باذن الله تعالى، وفايلر مكمل مع النادي الاهلي، والرغبه متبادله عند الطرفين الاهلي والمدير الفني. طيب اخر خبر هعلق عليه بسرعه، الدستور واجتماع بين لجنه التخطيط وفايلر لحسم ملف المعارين. عندنا عدد من المعارين، فالاجتماعات هتبقى مستمره على مدار الفتره اللي جايه، وهتتابع كمان لما الموسم يستأنف تتابع اللاعبين اخبارهم ايه ومستوياتهم عامله ايه مع الفرق بتاعتهم وتقرر، فهيبقى في مناقشه طبعا للموضوع ده. قصه فتحي خلاص بقى اتكلمنا فيها. طيب دي كانت بعض الاخبار بتتعلق بالنادي الاهلي في الصحف، لسه في اخبار اخرى عن النادي الاهلي في مواقع نشوفها، يلا بينا. الشروق سكرتير الكاف، الاهلي صاحب الشعبيه الاكثر في افريقيا. سوبر كور، مجلس الاهلي يدرس تخفيض عقود لاعبيه بسبب ازمه كورونا. اليوم السابع، ثلاث لاعبين يدخلون قائمه المرشحين لتعديل وتمديد العقود في الاهلي. الوطن سبورت، الاهلي يضع 60 مليون جنيه امام الشناوي لتجديد ويتحرك لتمديد اعاره سكر. اليوم السابع، فايلر يدرس ضم جناح اجنبي بدلا من مهاجم فريق او بدلا من مهاجم في ميركاتو الصيف. البوابه سبورت، مدافع الوداد المغربي يكشف حقيقه مفاوضات الاهلي. طيب الشروق،
علق مع حضراتكم بشكل سريع. سكرتير الكاف طبعا عبد المنعم باح اتكلم وقال ان الاهلي صاحب الشعبيه الاكثر في افريقيا، وده بالارقام والاحصائيات، وده امر طبيعي جدا ومعروف يعني ان شعبيه النادي الاهلي كبيره. طبعا في انديه كبيره طبعا في افريقيا برضو زي نادي الزمالك ونادي الترجي وعدد كبير جدا من الانديه اللي ليها جماهيريه كبيره، لكن طبق جماهيريه النادي الاهلي في القاره هي الاكبر على الاطلاق، ومش تحيز ولا حاجه. الراجل نفسه مسؤول في الكاف وبيصرح بكده وقال ان احنا عندنا دراسات خاصه بالارقام والاحصائيات هي اللي بتقول لنا ان الاهلي الاكثر شعبيه. طيب تعالوا نروح لليوم السابع سريعا. ثلاث لاعبين يدخلون قائمه المرشحين لتعديل وتمديد العقود في الاهلي، هما بيتكلموا هنا عن السوليه والشناوي ومروان محسن، ودي اكيد ملفات يعني تحت الدراسه عند المسؤولين في النادي الاهلي. احنا دايما بننتظر الاعلان الرسمي، لكن ثلاثه لاعبين مميزين واكيد النادي الاهلي هيكون محتاجهم خلال الفتره اللي جايه طبقا لرؤيه المدير الفني، ده امر مفروغ منه. يعني لما تيجي ناس تتكلم عن السوليه والشناوي لعيبه جامدين قوي، مروان كذلك لعيب جامد، ممكن التوفيق ما بيحالفوش بعض الاحيان لكن لعيب جامد، فده امر بيتعلق بالمدير الفني يعني. طيب خلينا نروح للوطن سبورت، وبتتكلم برضه عن الشناوي التجديد والتمديد تحديدا، والاهلي يضع 60 مليون جنيه امام الشناوي التجديد. يعني الارقام ما بتبقاش حقيقيه في اغلب الوقت يا جماعه، وكله بيبقى اجتهاد يعني، ما فيش ارقام بتبقى حقيقيه من الجانب ده، والاهلي دايما واللاعبين ما بيعلنوش على الارقام يعني. وتحرك لتمديد اعاره صبحي، تحرك لتمديد الاعاره مش مع يعني برضو النقطه دي عشان واصله للناس، مش ان انت تجدد اعاره موسم كمان، لا ان انت تمدد الاعاره طبقا للتوصيه اللي خارجه من الاتحاد الدولي. هي مجرد توصيه بالمناسبه، مش حاجه الزاميه على الانديه واللاعبين ان انت لازم تكمل الاعاره بتاعتك لنهايه الموسم، لا هو الموضوع مش الزامي، الموضوع بيتعلق بالعقود ما بين اللاعب والنادي. العقود بتقول ان ممكن اللاعب عقده يخلص مع نهايه شهر 5 او شهر 6 مثلا، بس بالتحديد شهر 5، فبالتالي هيبقى في محاوله لتمديد العقود يعني، ده طبيعي واكيد هتحاول في القصه دي. طيب دي كانت بعض الاخبار، هكمل التعليق على الاخبار الخاصه بالاهلي في المواقع، بس اروح لفاصل سريع الاول، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نكمل التعليق على اخبار الاهلي في المواقع، ونروح تحديدا لليوم السابع. واليوم السابع كلام عن فايلر يدرس ضم جناح اجنبي بدلا من مهاجم في ميركاتو الصيف، و يعني فايلر اكيد هو الراجل بيدرس الافضل بالنسبه له ايه خلال الفتره الجايه، وما هنا بيتكلموا في الخبر يعني تعويضا لرحيل رمضان صبحي، الرحيل المحتمل حتى الان وعودته للدوري الانجليزي، او مش الدوري الانجليزي يعني في تشامبيونشيب طبعا مع هدرسفيلد، لو هدرسفيلد ما صعدوش للبريمير ليج وهم يعني ظروفهم صعبه شويه مش هيصعدوا في الغالب، لكن في كل الاحوال اكيد في دراسه للموقف ده وهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. المعلومه الاكيد بتبقى عند المدير الفني فقط لا غير يا جماعه، بالمناسبه طبعا بالتنسيق مع لجنه التخطيط للكره. طيب البوابه سبورت، ومدافع الوداد المغربي يكشف حقيقه مفاوضات الادري الاهلي طبعا، واللاعب هو محمد النهيري، وده ظهير ايمن لفريق الوداد المغربي، واللي بيتكلم على ان ما فيش اي عروض جات له من الاهلي، وقال ان الصحافه المصريه بتتكلم في الاتجاه ده يعني عشان بيحاولوا يشتتوا اذهاننا قبل مباراه الاهلي والوداد في بطوله دوري ابطال افريقيا. احنا فين والمباراه فين؟ ما المباراه اتاجلت خلاص يعني، لكن هي بتبقى تصريحات طبيعيه يعني من الناس من بعض اللاعبين، لكن طبعا ما فيش مفاوضات مع اللاعب اطلاقا، وقال ان هو ملتزم وبيستكمل مشواره مع فريق الوداد المغربي، هو لاعب مميز بالمناسبه يعني، وفريق الوداد فريق كبير وله جماهير كبيره بكل تاكيد. طيب عندنا بعض الاخبار المحليه والعالميه نشوفها يلا. اليوم السابع، اللجنه الخماسيه تجهز ثلاث توصيات بشان الدوري الجديد. سوبر كور، قوانين المحترفين الاجانب في البيج فايف ودول شمال افريقيا تعيد الدوري المصري 20 عاما للوراء. الشروق، الكاف، تأجيل كأس الأمم 2021 وارد وإقامتها في الشتاء استثناء. مبتدأ، كاف يوضح طريقة تأهل فرق أفريقيا الثلاثة لكأس العالم للأندية 2021. البوابة سبورت، الكاف، مصر قادرة على استضافة كأس العالم. فيتو، علي غزال، توقعت استبعادي من المنتخب ولكن عمرو ورده يستحق الانضمام.
صدى البلد ليفربول يحسم موقفه من التعاقد مع لاعب بورسيا دورتموند. سبورت 360 ريال مدريد يرصد 3 لاعبين في سوق الانتقالات لمساعدة كاسيميرو. وأخيرا الوفد ريال مدريد يدرس العودة للتدريبات رغم أزمة كورونا. طيب دي بعض الاخبار المحليه والعالميه هتكلم فيها بشكل مستفيض اكتر مع ضيف العزيز، بس في فقره قبليها لازم نتكلم فيها ونتواصل مع جمهورنا الحبيب جمهور النادي الاهلي تحديدا ونعرف اسئلتهم ورسائلهم للنادي الاهلي بشكل كامل وكمان نجاوب على بعض الاسئله. نبتدي باول فيديو فقره اسال كلام في الميديا، يلا بينا. تحياتي لاسره البرنامج، عاوز اعرف مين الافضل للاهلي في مركز الباك اليمين؟ هل في لاعب مصري يقدر يشيل الجبهه دي مع محمد هاني ولا نضطر نشتري لاعب اجنبي؟ وهل لو اجنبي على حساب جيلاردو ولا جونيور اجاييه؟ وهل فايلر ممكن يستخدم حسين الشحات كباك يمين ويشتري هاف؟ طيب يعني السؤال بكذا شق، يعني الراجل بيتكلم عن ان الافضل في مركز الباك اليمين وان في مصر يعني لعيب يقدر يكون متواجد في المركز ده. طبعا في بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا كويسين ويقدروا ان هم يمثلوا النادي الاهلي في المركز ده، طبعا مع عدم اغفال اطلاقا قيمه محمد هاني، لكن ممكن تكون محتاج حد يدعم محمد هاني في المكان ده. ده امر فني وشق فني لمتروك لمستر فايلر، ده ما فيهاش نقاش يعني، لكن في كل الاحوال الناس بتدرسه وهتشوف هتعمل ايه، لكن ما فيش اي قرار بخصوص المركز ده تحديدا. هل هو هيبقى اجنبي ولا مش اجنبي؟ ده برده حاجه تخص لجنه التخطيط والمدير الفني للنادي الاهلي. هيبقى على حساب مين؟ مش احنا برده اللي نقدر نرد على الجزئيه دي، احنا ممكن نقرا مع حضرتك المشهد بشكل اكبر، لكن البعض ممكن يستنتج يعني بعض الاسماء لو هو اجنبي، ومش شرط اطلاقا يكون اجنبي. هو كان بيقول لك هل ممكن حسين شحات نستفيد منه في المركز ده؟ طبعا حسين شحات نقدر نستفيد منه في المركز ده، لان هو مع المقصه كان تقريبا ابتدى اصلا كباك رايت وعنده مقومات مميزه ولاعيب يقدر يلعب في اكتر من مركز، فاكيد هيبقى في دراسه للموقف ده بشكل كامل من قبل مستر ريني فايل. نروح للفيديو اللي بعده، يلا. السلام عليكم، معكم اسامه شرويلا، كنت حابب اسال كام سؤال صغير كده. السؤال الاول، بعد تاكد رحيل كابتن احمد فتحي عن النادي الاهلي بنهايه الموسم، ايه خطه النادي الاهلي في تدعيم مركز الباك يمين؟ ده رقم واحد. السؤال الثاني، بالنسبه لمستر ريني فايلر، ايه اخر مستجدات في تجديد عقد مستر ريني فايلر مع النادي الاهلي؟ عشان سمعنا كلام كتير يعني الفتره اللي فاتت. ثالث حاجه، هي هو مش سؤال، هو تمني ان كابتن حسام عاشور ان شاء الله الموسم ده ببطوله افريقيا يبقى خير ختام ليه معانا ان شاء الله. شكرا. اوكي، تعالوا نبتدي باول تساؤل من خلال صديقنا العزيز واللي بيتكلم في ان بعد رحيل احمد فتحي ايه الخطه عند المسؤولين في النادي الاهلي. طيب خليني اقول لحضرتك التفكير ممكن يكون في انهي اتجاه. الاتجاه الاولاني ان انت ممكن ما تفكرش في تعاقد مع لاعب في المركز ده. هتقول لي ازاي ما احمد فتحي مشي؟ هقول لك عندنا باسم علي لاعب النادي الاهلي المعار للجنة، لاعب في قناعه بامكانياته، قد يكون هو اللاعب المتواجد في هذا المركز مع محمد هاني، وتكتفي بالاثنين دول مع تواجد بعض اللاعبين المميزين في صفوف الفريق اللي بيجدوا اللاعب كظهير ايمن، امثال رامي ربيعه، كريم نيدفيد، اكرم توفيق لو رجع، وايضا حسين الشحات بيجيد اللعب في المركز ده. وبالمناسبه ده الاتجاه الاقرب عشان اكون صريح مع حضرتك، لكن ممكن برضو يكون في دراسه لجانب اخر، ان انت لو في لعيب لفت نظرك في المركز ده في الدوري المصري تقدر تتعاقد معاه، ده هيبقى امر بقى هيبقى محل دراسه عند المسؤولين. كمان مستجدات تجديد ده عقد فايلر، الامور ايجابيه جدا والرغبه متبادله عند الطرفين اهلي وفايلر، وان شاء الله هيكون في اخبار سعيده لجمهور النادي الاهلي قريبا بخصوص عقد فايلر. التمني اللي هو قاله هو تمني مش بالنسبه له هو بس، ده بالنسبه لكل الجماهير النادي الاهلي، ان حسام عاشور باذن الله تعالى يختم مشواره هذا الموسم مع النادي الاهلي متوج ببطوله دوري ابطال افريقيا. ده تمني احنا كلنا نتمناه، اولا على مستوى حبنا ودعمنا وتشجيعنا للنادي الاهلي، وثانيا على حبنا كمان لحسام عاشور ان هو يختم مشواره مع النادي ببطوله كبيره زي دي كنا منتظرينها بقالنا فتره. طيب نروح للفيديو اللي بعده. خير عليك يا امير وعلى جمهور النادي الاهلي ولاعبيه، عبد الله فرج من بسوس، وسؤالي كان عن ليه النادي الاهلي بيعتمد على الصفقات من بره وما بيعتمدش على الناشئين زي الاول، بالرغم ان اولاد النادي مش هيبصوا لحاجه غير مصلحه النادي. شكرا. طيب هو السؤال هو تقريبا يعني بيتكلم في حته قطاع الناشئين والاهلي ليه ما بيعتمدش على قطاع الناشئين وان هو بيعتمد على الصفقات من بره. اولا
انت دلوقتي طبيعي انت في عصر الاحتراف بتشوف اللي هيساعدك على تحقيق احلامك وامالك ايه وبتجيبه تدعمه، في نفس الوقت انت ماشي في خط اخر متوازي. الخط الاخر ده عباره عن ايه؟ ان انت بتطلع لاعبين من قطاع الناشئين. هل ده بيحصل؟ طبعا بيحصل. لما تيجي كده تجيب امثال هتلاقي عدد كبير جدا من اللاعبين متواجد في الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، امثال محمد هاني، عندك سعد سمير، عندك شريف اكرامي، عندك محمد الشناوي، ناس كتير جدا في نص الملعب. في بعض اللاعبين مثلا امثال حسام عاشور، عندك كمان كهربا ابن من ابناء النادي الاهلي، عندك عدد كبير جدا. فانت ماشي في طريقين، طريق ان انت تدعم صفوفك وطريق ان انت بتبص على قطاع الناشئين. ده امر طبيعي وبيحصل في النادي الاهلي بدليل تواجد عدد كبير جدا من اللاعبين، عندك ايمن اشرف، في لعيبه كتير يعني. طيب ده كان سؤال صديقنا الاخير من خلال فقره اسال هاشتاج في الميديا، اسال كلام في الميديا من خلال الهاشتاج على تويتر، ودايما بيقولوا لنا تساؤلاتكم وابعتوا الفيديوهات ونعرضها ونرد عليها زي ما حضراتكم شفتوا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ينضم لي ضيفي العزيز الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد التريبي رئيس القسم الرياضي بالشروق، وهنتكلم معاه في امور عديده وملفات مهمه جدا. استنونا بعد الفاصل. من جديد بينورني وشرفني في الاستوديو الاستاذ خالد التريبي الناقد الرياضي الكبير ورئيس القسم الرياضي بالشروق. يا استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امير، ومنور دايما انت اللي منورنا. انت اللي منورنا، نورك ونور قناه الاهلي ذكرياتك مع 6-1. لا هو بص، في انا شايفك كنت مستمتع والمباراه بتتعاد يعني، ما اصل حاجه بتتنقل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الهدف الاول للنادي الاهلي انت بادئ بفرحه، وبعدين عايز اقول لك الحاجه، في حاجات دايما لما تيجي تتكلم عليها بتزعل. مش عارف انت تتكلم في الماضي ولا تتكلم في الحاضر ولا تتكلم في المستقبل. كل ما تتكلم عن الحقيقه دايما بتزعل. يعني لما تتكلم عن 6-1 الناس بتزعل، تتكلم عن نادي القرن الناس بتزعل، تتكلم عن اي حاجه عن الشعبيه الناس بتزعل. طب نقفل النادي الاهلي ما نتكلمش طيب، ولا نعمل ايه، ولا تفضل انت زعلان؟ هي دي الفكره كلها. يعني امبارح على فكره في حاجه حصلت، في تصريح طلع من عبد المنعم با اللي هو سكرتير عام الاتحاد الافريقي، والتصريح ده بالنسبه لنا شغل تفكير كتير. مش علشان هو قال الحقيقه، انما فكره بندخل، عارف انت، بندخل من قصه نخرج من قصه ندخل في قصه ثانيه. لسه ما خلصناش من 20 سنه من قضيه نادي القرن،
وعقده الاضطهاد من الاتحاد الافريقي على نادي قار. دخلنا بتصريح الراجل امبارح بيقول لك النادي الاهلي هو الاكثر شعبيه في افريقيا وفقا للارقام القياسيه للنصات الرقميه، في ان الاهلي هو الاكثر شعبيه في افريقيا. قابل بقى شوف اللي هيحصل، هيطلع هو ميوله اهلاويه وهيطلع ان هو الراجل مش مصري بالمناسبه، ما مش مشكله، ما هتلاقي جد بنت عم خاله عارف انت اللي هو هتلاقي فيه نظريه المؤامره الكونيه بتتحقق، ويقول لك هو انت نزلت عديت الناس على فيسبوك وعديت الناس على تويتر. زمان كان بيقول لك الاكثر شعبيه فيقول لك انت عديت الناس في البيوت، فالراجل دلوقتي بيقول لك وفقا للارقام القياسيه على المنصات الرقميه هيقول لك لا انت كده عديت الناس على راجل مغربي ودادي على الفيسبوك وعلى تويتر، لا انت كده يعني عارف انت اللي هو، ونبدا نعد حلقات ونبدا نتكلم في 20 سنه قدام، في حين ان احنا بقى لنا 20 سنه بنحاول نقول للناس خلاص القرن اللي فات عدى بما فيه وخليك في اللي انت فيه. دلوقتي هنبدا نشوف مين الاكثر وان الراجل ده كان ليه ميول اهلاويه ولا ليه جذور اهلاويه، هنبدا ندور عليه. فهي دي الفكره، هتكلم في الحاضر وهتكلم في التاريخ وهتكلم في المستقبل. زي ما بقول لك هو دايما الاهلي كده، الاهلي دايما ماشي ومكمل، مش الكلام ده اللي هيأثر فيه بس يعني الناس بتلاقي حاجه تتكلم فيها. بخلاف الطرف الثاني لمباراه الاهلي بتاعت 6-1 طبعا اللي هو نادي الزمالك ليه كل الاحترام والتقدير هو وجمهوره طبعا ده امر طبيعي، لكن انا عايز اتكلم كمباراه يعني كمباراه في حد ذاتها، ايه ذكرياتك معاها؟ لا طبعا زي ما بقول لك يعني فاكر احداث المباراه كواليس المباراه كنت فين بتتفرج ازاي كده. بص في التوقيت ده احنا طبعا كنا واحنا صغيرين على مدار عمرنا يعني بدانا نفهم ونوعى فبنتابع الاخبار. انا فاكر حتى تصريح مش فاكر كان يعني توصيفه بالظبط، كان اوتوفيستر المدير الفني للزمالك بيقول مباراه القمه في جيبي. يعني مباراه القمه في جيبي دي قال هنكسب سكور، هو قال في جيبي الصغير تقريبا حاجه كده او مش فاكر بالظبط، بس هو قال حاجه من على 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 هذه الشكله يعني. اعتقد ان التصريحات اللي زي كده بتقلب بالعكس يعني بتقلب بنتيجه عكسيه، بس ما كنتش متخيل العواكس هتبقى بالشكل ده يعني ما حدش كان واخد باله. عكسيه بس هو دايما كده الاهلي عارف انت اللي هو ايه، ما تستفزش الاسد اللي هو ما تلعبش عارف انت في يعني ما تستفزش البطل حتى لو هو ايا كانت حالته، ما تحاولش انك تستفز او تستنفر قواه لانك انت اللي هتتعب في الاخر، انت اللي هتشتكي في الاخر. في النهايه ما تصريح زي كده بيتقال عن النادي الاهلي لا صعب يعني. انا بفتكر او قريب كان في تصريحات لمارسيلو شفتها بيتكلم، مارسيلو طبعا نجم ريال مدريد نجم ريال مدريد كان بيتكلم على تصريح اتقال تقريبا برضو من صحفي او حد مش فاكر التايتل بالظبط، وقال له على قبل نهائي دوري ابطال اوروبا قدام ليفربول قال له على محمد صلاح تصريح مستفز يعني ان على مارسيلو ان هو يخاف من محمد صلاح او يعلق له صوره في اوضته علشان هيخاف من الموضوع ده. فمارسيلو بيتكلم بيقول قد ايه التصريح ده كان بالنسبه لي قاتل حافظ. لا قاتل بس في نفس الوقت قدرت اخليه حافز ايجابي ليا علشان يعديني من الموضوع ده وكنت احد نجوم المباراه. هو هي دي شخصيه البطل اللي دايما موجوده عند النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيخلي الظروف العكسيه قبل ما تكون عكسيه بالنسبه له، لا بيخليها قوه دافعه لي. النادي الاهلي لا يبحث عن مبررات او شماعات او يندب حظه او بيتكلم عن خزعبلات خرافيه، لا النادي الاهلي دايما دايما بيبحث عن اخطائه ويتعامل معاها ودايما بيشوف طريقه وبيرسمه ازاي وبيتحرك من خلاله. كويس. بغض النظر بقى عن الشماعات وعن الحاجات اللي انت عارفها واللي اكيد الساده المشاهدين عارفينها برضه. هو ده الكلام ده عايز اتكلم معاك بصراحه شويه، هل شايف ان الاهلي الفتره دي، انا اتعودتش اتكلم في حته ان دايما الاهلي بيتعرض لحمله تشويه وكلام من ده، لكن انا بصراحه ملاحظ الفتره دي، هل انت متفق معايا في الجزئيه دي ان في حمله للتشويه النادي الاهلي، مسؤولي النادي الاهلي مجلس الاداره اللاعبين كلام من ده، ولا الكلام ده مش موجود؟ طيب اقول لك على حاجه، ما تيجي نفترض حاجه ثانيه ايه، ونقول مثلا ان نفترض حسن النية الناس ماشي. ونقول ان اللي احنا دلوقتي حاليا وفي لوم على فكره، انا من عندنا في لوم على بعض نجوم الشباك القدامى والحاليين على فكره اللي هم في فتره من الفترات يا امير انت بتبقى محتاج النجوم تقوم بدورها المجتمعي. حلو. الدور المجتمعي اللي هو تغلب مصلحه الجماعه على مصلحتك الشخصيه. تمام. بمعنى انت ليك زي ما هم بيقولوا كده تسعيره في الظهور في الفضائيات برقم كذا، واحنا كلنا في ظروف معينه لا تسمح بتقاضي هذه الارقام في اماكن كتير بتطلع على كده.
في التوقيتات اللي زي كده، التوقيتات اللي هي الحروب والتوقيتات انتشار الاوبئه وان في مثلا يعني دي امثله تمام، هنا بيظهر الدور المجتمعي. مش دورك المجتمعي مش انك بس تتبرع، دورك المجتمعي انك تطلع وتتكلم وتستغل نجوميتك ديت في توعيه الناس. ده مدخل لايه؟ ده مدخل لان الناس اللي انا بكلمك فيهم والنجوم اللي انا بكلمك فيهم دول انحصر دورهم دلوقتي لانهم متمسكين بنفس السياسات او نفس سياستهم في الظهور الاعلامي. وبالتالي مفيش مقابل مادي لده، فده بياخد جنب ويبدا الاعلام يدور على، معلش في الكلمه بس هي دي الكلمه اللي اتقالت على فكره، على انصاف النجوم او فيما يطلق عليها وفيما اطلق عليه زملائي النقاد الرياضيين بعض الكومبارسات. بمعنى، وده مش غلط، الكومبارس ما انت او نجوم، بلاش كومبارسات عشان ما تزعلش حد. بلاش بلاش كل الجميع طبعا. لا خلينا نتكلم. اقول لك، لا استنى بس، خلينا اقول لك لعيب الصف الثالث حلو قوي اللي هم مش صف اول، مش نجوم الصف الاول ولا صف ثاني، خليها صف ثالث. صف الثالث اللي دايما بيبحث ان هو اصلا كان في الظل، ما كانش موجود اصلا، فبالتالي مش سهل او مش صعب اقناعه انه يكون موجود. ودي ازمه يا امير لسبب واحد، لاسباب كتيره. الازمه انك بتسيب الناس اللي كانت في الظل تظهر بالشكل ده. مش عيب على فكره ان هم يظهروا ابدا، بس هو بيظهر بأي شكل، هي دي الفكره. وهو عارف كويس جدا ان هو في منهم كتير ما عندوش تاريخ يحكي فيه. يعني في الجزء الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دي يا امير مفيش احداث رياضيه، وبالتالي عندك بعض الحاجات او بعض النقاط اللي انت هتطلع تتكلم فيها وتطلع تناقشها، منها تاريخك كلاعب كره. في منهم ما عندوش تاريخ قوي يعني، فلما يحب يتكلم هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم برضو عن بعض التزوير او التزييف في التاريخ. وهنا بينقل الاعلام الهادف والاعلام الجاد انه من منطقه انه عايز يناقش قضيه مهمه وانه يقوم بدور المجتمع الحقيقي، بياخد من وقتك ومن تفكيرك انك ترد عليه او تصحح المفاهيم التاريخيه اللي الراجل دي بيتكلم فيها. انا مش مع الناس اللي بتقول سيب اللي يتكلم يتكلم وسيب، لا، في فرق ما بين سيب اللي يتكلم في شخصك انت، وفي فرق ما بين اللي يتكلم في التاريخ يا امير. التاريخ ليه؟ في جزئيتين هنا، ومش عايز بس المشاهد يعني يمل من النقطه دي، النقطه دي مهمه. تمام. في جزئيتين هنا، جزئيه ان في ناس عارفه التاريخ الحقيقي، ان هم المشاهدين عارفين التاريخ الحقيقي، فمن كتر ما بيشوفوا النماذج اللي زي كده بتزهق وتمل وتسيب الساحه. تمام. وانت كده سبت الساحه لمين؟ لواحد بيزيف التاريخ للاجيال اللي لسه اللي جايه. فانت الاجيال اللي جايه ديت عايشتها على نماذج اصلا اسلوبها هو تزييف التاريخ وتزييف الحقيقه، لانه اصلا ما فيش تاريخ. هو اللي بيزيف التاريخ من وجهه نظرك، هل هو ده بسبب عدم وعي بالتاريخ او جهل بالتاريخ، ولا هو لا هو متعمد كده؟ لا ادعاء بطوله، عايز ادعاء بطوله. طبعا هو راجل دلوقتي قاعد قدام التلفزيون وعايز يلاقي نفسه، عايز يلاقي نفسه مكان كل يوم، فبالتالي ما فيش حاجه يعني. دي سياسه ممكن كل البعض بيفكر بيها يعني. طبعا طبعا ده جزء من الاجزاء اللي انت ممكن تفكر فيها، او جزء من الاجزاء اللي انت فكر ان هي ممكن تحصل، ودي ازمه. وهنا دلوقتي لما طبعا اللي بيطلع الناس دي واللي بيطلع او بيدي الفرصه للناس دي، لما بيلاقي حاله من الجدل اللي انت عارفها ديت، طبعا في جدل طبعا، في الناس بتبقى عارفه كل واحد عايز يرد والتاني عايز، في جدل حقق المطلوب، فاصبح ان ده بالنسبه له نجم. يعني اصبح بعد ما كان ما عندوش حاجه يتكلم فيها اصبح بالنسبه له نجم، واصبح وقتنا كله مشغول، واحنا كل تفكيرنا ان احنا ازاي نرد تفكير الناس دي عن اللي هي بتعمله، او ازاي نرد عن التزييف اللي بيتعمل كل يوم. ودي بتستهلك مننا قوه كبيره، وبتستهلك مننا وقت كبير احنا ما نستحقوش، او احنا نستاهل ان الوقت ده يكون معانا في حاجات تانية. هو ده فكره انك ازاي تصنع ترند باقل التكاليف. وهنا حصر دور النجوم الحقيقيين اللي احنا اتكلمنا عنهم، واللي هم المفروض كانوا يقوموا بدورهم المجتمعي، وبالتالي لما هم دول اللي زي شبههم زميلي ايهاب الخطيب وقال زي فكره صعود المطربين المهرجانات لحد ما بقوا هم الترند، اصبح هو ده نفس الفكره، واصبح
المواهب الحقيقيه والناس التاريخيه هم اللي قاعدين في بيوتهم وهم اللي قاعدين بعد ما كانوا بيطلبوا مبالغ خرافيه. هتلاقي وقت من الاوقات ان هم دول اللي عليهم الطلب وهم دول اللي قاعدين في بيوتهم. فلازم الناس النجوم الحقيقيين الموجودين يقوموا بدورهم. دورك دلوقتي مش مع احترامنا الكامل ما طول الوقت في فلوس. ما هو ممكن يكون ليهم دور يا خالد بس في نفس الوقت عندهم جهل بالتاريخ مثلا اللي هو النجوم الحقيقيين. ما هي برضو نفس القصه. لا بس خد بالك لا هو لا مش عنده جهل ده هو اللي بيتكلم عن جهل الجزئيه التاريخيه اللي بكلمك فيها. ان اللي بيتكلم بيحاول يلاقي نفسه دور في التاريخ فبيحاول يزيف. انما دول عند النجوم الحقيقيين اللي بكلمك عنهم ليهم اسهامات في بطولات كتيرة حققوها. لو طلعوا يحكوا عنهم هيملوا الوقت المخصص للإعلام. هيملوا. ومن الحكايات دي بتظهر قيم وبتظهر مبادئ. ولا بلاش كلمة مبادئ، لا خلينا في المبادئ بغض النظر اللي اتضايق من كلمة اتضايق يعني. تظهر مبادئ ثوابت موجودة في الأهلي يعني. الناس ممكن تكون بتقلل من الجزئية دي لكن ده واقع يا جماعة. ما أنا بقول لك يعني هتظهر القيم والمبادئ. والمبادئ على فكرة والله المبادئ دي الناس لو تفهم هي كلمة مبادئ أصلا. هي المبادئ دي مش حكر على النادي الأهلي ده. ما كل واحد بيحترم نفسه لابد أن يكون عنده مبادئ. كل واحد بيحترم كيانه لابد أن يكون عنده مبادئ. هي ممكن تكون غيرة بس يعني من مصطلح مناسب لنادي كبير مثلا زي النادي الأهلي. ودايما المصطلح ده بيبقى يعني موجود في الاعتبار وفي الأولوية عند المسؤولين في النادي الأهلي بغض النظر يعني. زي ما بقول لك هو المبادئ المفروض والطبيعي عند كل انسان عايش طبيعي على الارض دي يكون عنده مبادئ. انما لما النادي الاهلي بيقول كلمه مبادئ او ينفذ مبادئه تحس ان الموضوع بيضايق الناس شويه. فزي ما بقول لك يا امير خلينا في لب الموضوع الاساسي. ان كل واحد دلوقتي يا سيدي لو انت بتاخد 10 معلش تعالى على نفسك وخليهم 5 او خليهم 3 ايا كان الرقم يعني. علشان انت دلوقتي الوقت اللي احنا فيه هو دورك. هو دورك ان احنا دلوقتي في وكلام في جزئيه برضو ونطلع من هنا نفس الكلام على جزئيه توعيه الناس. هو ليه انا بتكلم على موضوع الدور المجتمعي لنجوم الرياضه والاعلام الرياضي عشان الفتره الحساسه اللي احنا فيها يعني ومحتاج كوادر تقدر توعي الناس بشكل من 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 يومين بنتكلم على الناس اللي رفضت دفن الطبيبه ربنا يرحمها. و فين احنا المفروض فين الوقت اللي احنا خصصناه من نجومنا حتى عشان نطلع نقول ونجيب ويكون في كلام مع دكاتره لازم توعيه يعني لازم يكون في مساحات في وجود الناس دي ولازم الناس دي تطلع تقول للناس دورنا كذا وانتوا تعملوا كذا. الموضوع مش منحصر على خليك في البيت ولا انا هتكفل باسره ولا باثنين ولا بثلاثه. الموضوع مش كده خالص. مش هو ده دور النجم. دور النجم يكون نشيط في كل الاوقات. النجم المفروض دلوقتي هو النجم الحقيقي الحازم ببلده هو المفروض يتواصل مع القنوات الفضائيه ويقول لهم عايزين ايه مني. دور ايه دلوقتي اعمله لكم. مش اسيب واسيب الساحه فاضيه لناس بتبحث لها عن دور عمر ما كان ليها دور. هي دي يعني في نفس السكه برضو بنتكلم في موضوع. انا شفت فيديو 87 ثانيه فيديو كابتن محمود الخطيب. لو جاهز معانا يا جماعه الفيديو ده يا ريت نعرضه لانه مهم جدا. جاهز ولا لا؟ 87 هنجهزه. ماشي 87 ثانيه يعني بيتكلم في ايه؟ دي جريده الاتحاد الاماراتيه طبعا طبعاً. اكبر جريده في الامارات بيتكلموا عن بيسردوا في 87 ثانيه يتكلم مع كابتن محمود الخطيب. واحنا انا هسيبك انت تعلق على الموضوع ده لان انا شهادتي هتبقى مجروحه يعني عشان انا مذيع في القناه فيقول لك انت طبيعي تقول كلام من ده لكن انت ناقد رياضي وبتشوف الفيديو ده من وجهه نظر اكيد من خلالك هقولها براحتك يعني. اعلاميا يا امير هو عشان برضو الناس دماغها ما تروحش لسكه ثانيه. وعلى فكره وده بيظلم برضو كابتن محمود الخطيب. خد بالك كابتن محمود الخطيب قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي هو نجم تاريخي للنادي الاهلي. طب ممكن قبل ما تكمل كلامك نشوف الفيديو ونرجع نروح نشوف الفيديو.
علي اكخيل. لا ما بقولك، انا بقولك 87 ثانيه تقريبا الفيديو، وهو هنا بنتكلم فكره لو انت الناس بتدور على، اكيد بص مفيش حد ما بيدورش على المكسب، حلو، سواء المكسب في عدد المشاهدات او عدد القراءات او زياده عدد المتابعين. ده كان على الموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالنسبه للحساب الرسمي بتاع الاتحاد الرياضي على تويتر، جريده الاتحاد المرتدي. اه طبعا مفيش مفيش حد ما بيدورش على المكسب. هي الفكره بقى تعمله ازاي؟ تعمله وانت بتحققه وانت بتقدم قيمه، ولا انت مش على فكره ما بتكلمش على كابتن محمود الخطيب او الفيديو خاص بكابتن محمود الخطيب، في نماذج كتير جدا في مصر ممكن تتناولها بالشكل طبعا. ده صح صح صح، ممكن تتناولها بالشكل صح. ده وهتحقق مشاهدات وهتحقق قراءات. يعني دايما انا بقول عندي عنوان، يعني في نماذج زي كابتن محمود الخطيب كده بالظبط، انا عندي عنوان، انا مش جايب ده الفيديو ده تحديدا تعظيما، مش فيديو 87 ثانيه اللي هيعظم في كابتن محمود الخطيب ولا 87 ساعه لا، انا بديك مثال بشوف، وقبل ما اتكلم في المثال لازم انقل ردود افعال الناس على الفيديو وشوف تفاعل الناس عليه عامل ازاي، برقي وادب واحترام، وقدمت للناس قيمه بتقول له ده قيمه تفضل تقدمها لاولادك 90 ثانية أو 87 ثانية أيا كان، تقدمها لو تقول له بص في أسطورة اسمه كابتن محمود الخطيب، في أسطورة اسمه الكابتن حسن شحاتة طبعا، في كده. أنا بتكلم في مصر مليانة، مصر فيها نماذج تستحق إنك تخصص لها حلقات يا أخي تتكلم عنهم. يعني مهم جدا إن أنت تصدر المشهد الإيجابي ده عن مصر طبعا، مش بس المشهد الآخر اللي بيتمثل في السباب و الإعلام، مش الإعلام مش الإعلام السلبي والسيء وانصاف المواهب وانصاف النجوم هو اللي بيعمل ترند يا جماعه. الاعلام المحترم بيعمل طبعا، التفكير الفكره بفلوس بتعمل، الناس فكرت ونفذت وعملت عملت التقرير. استاذ صبري علي طبعا الناقد الرياضي الكبير هو اللي كان مشرف على أكيد. كل تحيه ليه، وطبعا رئيس القسم الرياضي في جريده الاتحاد الاماراتيه، وكل القائمين على العمل المحترم اللي لو كان، انا بقول لك لو كان نموذج زملكاوي محترم، النماذج المحترمه التاريخيه اللي احنا عارفينهم كنت هشير ليه برضه واتكلم عنه. فكره الموضوع مش موضوع اهلي وزمالك، انت بتستشهد الاعلام لابد انه يقدم للناس ازاي، لابد انك تتعب شويه بتفكيرك. مش معقول فكرك كله انك تجيب ثلاثة او اثنين قاعدين بيتخانقوا وقعدة مصطبة، مش هو ده الاعلام. مش هو ده الاعلام ان انت تبقى قاعد امن على نفسك، ان اعلام رياضي امن على نفسك وعيلتك ان انتوا قاعدين تتفرجوا عليه مع بعض. انا برضو بستشهد بكلام زميلي ايهاب الخطيبي اللي اتناقش في الموضوع ده هنا في قناة الاهلي، وانا بضيف عليه فكرة لابد ان يكون في، وانا بتمسك بده، لابد ان يكون في دور للنجوم ويتخلوا شويه عن فكره المقابل المادي الكبير للظهور. لا مش وقته ده، مش وقته حقيقي لكل النجوم على فكره، والنجوم الحاليين لكل اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي مش وقته. وقتك انت دلوقتي ودورك انك تطلع تتكلم مع ناس. حتى لو احنا بنقول للناس اشغل اقعدوا في بيوتكم، خليهم يا سيدي يقعدوا يستمتعوا بحواراتكم. انتوا مش ضروري المبالغه في الارقام الماليه الكبيره اللي بتطلع، مش ضروري. مش انت استفدت كتير من الكوره، مش وقت استغلال الظرف دلوقتي. واضحه كويس وصريحه لكل اللاعبين الدوري كويس، مش وقته. طيب انا عايز ارجع للفيديو برضو بتاع الكابتن محمود الخطيب. هم كاتبين كده في اخر الفيديو ان هو بيقابل انتقادات كبيره وهجوم كبير، والبعض بيحاول النيل منه، لكن هو عنده طريقه معينه للرد بتتمثل في ايه؟ في الصمت، انك ما بتتكلمش وبتسيب اللي يتكلم يتكلم، وبترد انت بشغلك وبطريقه ادارتك للنادي وكلام من ده. هل الاسلوب ده هو الاسلوب الانسب لمواجهه الانتقادات من وجهه نظرك يا خالد؟ لان البعض يجي يقول لك احنا ليه الاهلي ما بيطلعش يرد على الهجوم اللي بيحصل، الناس بتقعد تغلط في الاهلي، الناس تغلط. اقول لك الحاجه يا امير، هو المطلوب والراحه تحصل لبعض الناس، الراحه النفسيه اللي تحصل لبعض الناس اللي بتهاجم النادي الاهلي لما الرمز الكابتن محمود الخطيب ينزل يرد على الناس دي. ده مهم. جزء كبير جدا من طموح اي حد او طموح اي حد فاشل او في درجه ثانيه او ثالثه ان اللي يكون في المركز الاول لو هو مش عارف يوصل له
فيشد اللي فوق ده ان ينزل له تحت. فاللي بيعمله كابتن محمود الخطيب ده لو هو عمل عكسه انا واحد من الناس هكون زعلان. ما ينفعش، لان احنا اتعودنا على كده من الاهلي. هو الاهلي مختلف مجالس الادارات، رئيس النادي ما بيطلعش. احترمنا الكلام، هترد على مين؟ ما هو انت لو في حد في قيمه الكابتن محمود الخطيب ويسيء ليه هتبدا تلوم عليه، هتبدا يعني تقول ازاي الكابتن محمود الخطيب بيسكت على كده. لما فكره ان انت عايز تشد رمز من الرموز يبقى، انا ما بتكلمش دلوقتي على كرسي رئاسه النادي الاهلي، انا بتكلم على نجم محمود الخطيب. لا بس انا عايز اتكلم على كرسي رئاسه النادي الاهلي. كرسي رئاسه النادي الاهلي، انا مش عايز اتكلم على النجم محمود الخطيب. نجم محمود الخطيب طبعا الناس كلها عارفه، انا عايز اتكلم على كرسي رئاسه النادي الاهلي والسمات بتاعته ايه وايه اللي ينفع يحصل. الاثنين يا امير الاثنين، لو على محمود الخطيب النجم او اللي في مكانه برده مش هينزل للمستوى ده. كرسي رئاسه النادي الاهلي مش هينزل للرد على بالظبط. اقول لك الاثنين، كرسي رئاسه النادي الاهلي مش هينزل، مش ايا كان مش هينزل كده. زي ما بقول لك ما ينفعش تتشد المنطقه دي. ليك قنواتك كويس اللي ممكن كويس. ليك قنواتك اللي ممكن تتكلم عليها. ليك، مش قنواتك، اقصد القنوات العالميه، وده ممكن وده وارد ولازم انه يحصل طبعا. طبعا اتكلم انت ولجأ النادي الاهلي في اوقات كثيره لكل القنوات الشرعيه ضد اي اساءه بتحصل. طبعا لجأ. في النهايه تحقيق النتيجه المرجوه اللي انت عايزها من اللي انت بتعمله او مش كده، ده مش في ايدك. ومش في ايدك، انا بقول لك مش في ايدك كنظام بقى، مش في ايدك انك تعمل بشكل بروتوكولي اكتر من كده. زي ما بقول لك في قنوات تانية انت بتسلكها، انت ليك اعلامك المفروض انه يتكلم وبيرد بقبالك بما يتوافق مع مبادئ النادي الاهلي. مش برضو حتى اعلامك مش هينزل لنفس مستوى اي اعلام تاني. انا بشوف ناس مقدمين برامج مع احترامنا كامل يعني بيغلطوا كتير في القرايه. فانت مع احترامنا الكامل واحد بيغلط في القرايه منتظر خلفياته تبقى ايه؟ ما ينفعش. هو ده نفس، هي دي نفس الفكره اللي بكلمك فيها. ما ينفعش ان هي دي النماذج اللي تبقى متصدره للاعلام، وهي دي النماذج اللي بتحاول تحارب بيها كيانات كبيره زي كيان النادي الاهلي. بالظبط. مش هي دي اللي زي ما بقول لك 87 ثانيه لخصوا الدنيا كانت كفيله انها ترد على ساعات من الهوا مفتوحه. وهنا برضو اقول لك على حاجه جميله برضو، هنا كابتن محمود الفيديو ده لا هو عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، خد بالك لا عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب ولا يتوافق مع مناسبه للكابتن محمود الخطيب، انما هو جه حاجه الهيه كده يعني جه. لا ما هو الموضوع متعلق ان الناس بتتابع الاحداث في مصر وبتشوف ايه اللي بيحصل ومين اللي بيتعرض للهجوم ومش عارف ايه، والرد بيبقى ازاي، فبيبرزوا الموضوع ده. بس ما جاتش منه. ما جاتش من اعلامك. بالظبط. ما جاتش منك. مش اعلامك النادي الاهلي. مش احنا يعني. ما جاتش هنا. كبلد بحجم مصر. كرمز الرياضي بشكل عام يعني. كرمز تكريم الرموز، ومش الكابتن محمود الخطيب بس. ما ينفعش ان احنا نكون بنتكرم في كل مكان في العالم واحنا اللي نشكك في ده. ما نكرمش اولادنا يعني. عيب، ما صحش. عايز اروح معاك لملف اخر مهم جدا، وهو فيما يخص الدوري، وان البعض بينادي بالغاء الموسم في مقابل انت بتشوف الدوري الانجليزي ورابطه الانديه المحترفه في انجلترا. الناس قبل ما اقفل لازم اشكر الاستاذ محمد البادع رئيس قسم الرياضه طبعا. اكيد في الاتحاد الامريكي عشان بس ما نخطاش حق الناس. اكيد يعني. طبعا. بالتالي الناس في انجلترا في الوقت اللي احنا بنفكر ان بعض الانديه بتقول لك لا لازم نلغي الموسم، في انجلترا بيفكروا في ايه؟ قال لك احنا نلعب المباريات، نكمل الموسم باي طريقه من الطرق، حتى لو الامر حكم ان احنا نلعب خمس ماتشات على ملعب واحد، تبتدي الساعه 12 الظهر واخر ماتش يبتدي الساعه 8 بالليل. رغم ان هناك في انجلترا بيعانوا من فيروس كورونا اكتر مننا بمراحل. طبعا يعني الحمد لله لحد دلوقتي مسيطرين على الوضع لدرجه ما يعني. فتعليقك ايه على القصه دي؟ طب خلينا نتكلم الاول بشكل رسمي لحد امبارح الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكره بيقول لا نيه لالغاء الدوري، وانا هتعامل مع التصريح ده. حلو. والاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره قال ان احنا حاطين كذا سيناريو لعوده الدوري ومستعدين لعوده الدوري في اي وقت. اعلنوا على السيناريوهات دي؟
تقريبا يعني تقريبا قال في في شهر 6 او شهر يعني لو عارض في شهر 6 هنعمل يعني بنفكر نعمل كذا. هم اعلنوا عن توقيتات معينه عن توقيتات لكن السيناريوهات هتبقى شكلها عامل ازاي لسه. ما انا نفسي بقى نعلن. ما هو كلام سهل يا خالد. انا ممكن اقول لك دلوقتي انا بدرس عندي كذا سيناريو بس ما اعلنش على سيناريوهات. استنى استنى بس احنا الاسبوع اللي فات واللي قبله انا واحد من الناس كنت بنتقد ان ما فيش اصلا حد بيطلع يتكلم عن الموضوع ده. يعني دايما كنت بقول طب يا جماعه طمنونا وقولوا ان انتوا دارسين. طمنونا وقولوا ان في سيناريوهات معموله. طب قولوا لنا وقعدوا فكروا. يعني عارف انت اطلع طمن الناس ان انتوا بتفكروا في الدوري راجع واقعد مع اقعدوا مع بعضكم كده شوفوا الدنيا هترجع ازاي. فانا برضو زي ما بقول لك هتعامل في الوضع الحالي مع التصريح بتاع رئيس اللجنه المؤقته امبارح والتصريح بتاع الاستاذ وريد العطار. ده لابد ان نتعامل معاه بمنتهى الاحترام ونقول ان أكيد وان الناس دي لازم هو ده التفكير وان الناس دي بصت شافه بره عامله ازاي والناس متمسكه بره باستمرار النشاط ازاي والنشاط الرياضي ازاي ونشاط الكره بشكل خاص وتبعات الخسائر اللي هتحصل لو تم الالغاء. اللي يخصني هنا بقى ما انا ده شق مهم جدا. اللي يخصني هنا بقى ده شق مهم جدا بخصوص المسؤولين عن الاتحاد. لكن رايك ايه في مسؤول الانديه؟ ما لسه جاي هو ايوه يطلع يقول لك ايه انا مرتبط بيوم معين لو ما تستنافش دوري يبقى الدوري اتلغى من نفسه كده مثلا يعني. من مين؟ ايه؟ من مين؟ من نفسه؟ يعني لو الدوري مثلا ما رجعش يوم 14 15 ابريل فخلاص الدوري يبقى اتلغى. هو انا وانت والساده المشاهدين في مصر كلها وبلاش وفي العالم العربي كله عارفين ان في بعض المسؤولين بيقولوا كلام ما بينفذوهوش. فمش خش بالك بالناس دي. دي رقم واحد. رقم اتنين لا مش حته بشغل بالي. انا حته ان انا بتكلم في جزئيه خالد ما انت الناس قاعده بتسمع لازم تبقى الناس هكمل. كل واحد بيدور على فكره الالغاء هو مستفيد منها. هو حلو. هو فاكر خد بالك من دي ان هو مستفيد منها وبص تحت رجليه. انما النظره تحت رجليه دي تحس ان هو هيضرب طلقه في رجليه. هو مش واخد باله ان هو كده بيضرب طلقه في رجليه. هو مش واخد باله يعني. الغاء الموسم ده كارثه. انتوا مستعجلين الخراب ليه؟ هي الناس مستعجله الخراب ليه؟ الناس بره بتتمسك بنص فرصه لعوده النشاط لعوده الكوره. انت دلوقتي لما تلغي النشاط يا سيدي ما انت هترجع على موسم جديد. هتفرق معاك ايه انك تكمل الموسم من الموسم الجديد؟ طيب عشان اطمنك واقول لك انك لو لغيت الموسم كل فلوس الرعايه بتاعتك اللي انت ماضيها مش هتجيلك. بالظبط. وكل الاقساط اللي مستحقه ليك ومتاخره هتفضل متاخره لان المفروض الراعي اللي بيرعاك مفيش اي مدخلات ليه تدخل. انا بقولها لك بالبلدي اهو. مفيش اي مدخل. يمكن تفهم يعني ما مش انت اكيد اللي عايز يلغي يعني نقول ايه بس مش ممكن. كل شويه بنطلع نتكلم يا جماعه انتوا دارسين الموضوع ده كويس. يعني هل انتوا بتتكلموا خلاص ولا عشان فكره ان انت السنه الجايه هتشارك ضامن؟ خد بالك الناس اللي بتفكر كده هو قال لك انا كده 100 100. انا كده ضامن السنه الجايه انا هشارك في افريقيا وخلاص. طب يا سيدي يا اللي عايز تلغي وبتنادي ان الموسم في المحل يتم الغائه ما بتتناديش ليه بافريقيا انه يتلغي؟ ولا عشان انت في مكان تاني ولا نفس الفكره؟ يا جماعه لازم تعرفوا ان كل دول العالم اللي فيها انتشار الوباء اكتر من مصر بتدور على حلول ومتمسكه من هيد. عندك انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي قال لك احنا بندرس ان يكون في فتره انتقالات ثالثه استثنائيه عشان الموسم برضه يكمل. يا راجل عندك اتحاد دولي بيقول لك لازم الاتحاد يكمل. لما في بلجيكا لمحوا وقالوا ان خلاص احنا لا اعلنوا. اما بقول لك لا قالوا لك خلاص مالكش دعوه بينا في المسابقات الاوروبيه بتاعتنا الكرامه مالكش دعوه بينا خلاص مش هتبقى معانا انديتك مش معانا رجع في كلامه وقال لك لا خلاص انا معاكم. الناس كلها بتتصدى للفكره دي وانت يلا يا عم يلا لم الكمين واحنا كده جبرت. ايه يا عم في ايه؟ اصله مش كمين. لكن اللي عايز ياكد عليه خالد معاك ان مصلحه الانديه بشكل كامل ماليش دعوه بقى بتصريحات فلان او علان. ما اتكلمش عن مصلحه الانديه بشكل كامل اللي هو استمرار واستكمال بطوله الدوري. مفيش عايز كده هيبقى في اضرار اقتصاديه كبيره على كل حد ده. عاقل يقول غير كده. حلو. مفيش اي حد عاقل بمعنى مش بقول الناس مجنونه يعني لا عاقل يعني دارس الوضع يدرك ان احنا في ازمه كبيره جدا لو تم الغاء الموسم. هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. ده امر غايه في الاهميه.
طيب انا خالد بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا دايما بتشرف فيك ودايما بتشرف بالتواجد في قناه النادي الاهلي وطلع على جبهه النادي الاهلي من خلال قناه النادي. اهلا بيك دايما. كان ضيفنا العزيز الاستاذ خالد التريبي الناقد الرياضي الكبير والرئيس القسم الرياضي بالشروق، واتكلمنا معاه في بعض الملفات المهمه دي. كمان كانت حلقه الاثنين من كلام في الميديا، حلقه الخميس ان شاء الله نشكركم على الف خير، ونتكلم في امور جديده ومستجدات الاحداث وكل ما يتعلق كمان بنادينا الحبيب النادي الاهلي. استنونا في حلقه الخميس من كلام في الميديا. الى اللقاء.